معارك ضارية تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية لصد الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ بعد نحو 3 أسابيع من معركة طوفان الأقصى، وهو الهجوم الذي وصفه خبراء بالمهمة المعقدة للغاية نظراً للاستعدادات الدفاعية وأسلحة فصائل المقاومة التي بالفعل ألحقت وتلحق خسائر جمة في صفوف القوات الإسرائيلية المهاجمة. أبرز وأهم تلك الأسلحة هي قذيفة الياسين عيار 105 ملم محلية الصنع والمضادة للدروع ذات القدرة التدميرية العالية، ونجحت القذيفة بالفعل في تدمير دبابات المركفة الإسرائيلية، والتي تعد أهم الأسلحة البرية الرئيسية لدى الجيش الإسرائيلي. السلاح المهم الآخر لدى حماس وهو صواريخ كورنيت الروسية المضادة للدبابات والموجهة بالليزر، والتي أثبتت فعاليتها أيضاً ضد دبابات المركفة والمدرعات الإسرائيلية، فضلاً عن الرشاش السوفيتي القديم من طراز دوشكا عيار 50 ملم، وهو مصمم لاختراق المركبات والطائرات العسكرية خاصة المروحيات. أيضاً تمتلك عناصر المقاومة بنادق القناصة بعيدة المدى من طراز شتاير اتش اس 50 النمساوية، فضلاً عن المسيرات سواء القاذفة أو الانتحارية محلية الصنع.